لاير الفضائي الكاذب. لا، اليوم هو يوم وصوله. من سيصل؟ يتحدث عن جاكي. عندما يأتي تحدث أشياء رهيبة. يجب أن أهرب بعيدا. كيف حالك اليوم سيد فولت؟ جاكي؟ لكن أين هو سيد فولت؟ إنه هناك. سيد فولت، أخبرني من الذي فعل بك هذا؟ أنت الذي فعلت. أجل، حسناً، لقد حان الآن وقت مشاهدة السيد فولت في طريقه إلى المجد. هذا كثير. لقد شاهدنا هذه المقاطع لمئات المرات. أحضرت معي الفول السودانية لنأكله. لنشاهد المقاطع معاً. أليس هو من محاربي القوة الصغيرة أيضاً؟ رغم كونه جديداً. لما كل هذا الاحترام؟ أنا لا أفهم. هذا شيء غريب. لنشاهد الآن ظهور السيد فولت لأول مرة على التلفاز. مشاهدينا، أتيح لنا اليوم إجراء لقاء مع سنجاب يتكلم. مرحبا، قل شيئا. قل شيئا. وهنا ظهر في برنامج. هذه الحيوانات المتكلمة أصبحت حديث المدينة. مرحبا، أنا أدعى فولت. وأنا هذا غير مهم. سننتقل إلى أداء أول دور بطولة. أسمع أناسا يطلبون النجدة. هيا. مهلا، ما كان ذلك؟ أريد مشاهدة برنامجي. لقد اكتفيت من مشاهدة هذا. فتاة وقحة. لقد فاتتك فرصة مغادرة منزلي. سكان الأرض ينتجون طاقة سلبية عندما يكذبون على بعضهم البعض. إذن لماذا لا نجعل سكان الكرة الأرضية يكذبون؟ لا يرفقط، من يملك قوة الكذب؟ استدعوه لي حالا. عمروك أيها الزعيم. هذه المرة يجب أن ننجح بمهمتنا. يا أصدقائي، يمكنكم الحصول على عطلة طويلة. لا. وماذا تعني؟ الزعيم زينوس أصدر أوامره بطردكم. هذه كانت مزحة، والآن شاهدوني وأنا أملأ العالم بالأكاذيب المدمرة. هيا بنا الآن، سنبدأ بعملياتنا لجلب السرور لسكان الكرة الأرضية. ماذا؟ وهذه مزحة للمرة الثانية. عملية الطاقة السلبية، اطلاق. وهل حدث ذلك؟ لقد شاهدته البارحة. لقد قامت بإسكاتنا عندما بدأ فيلم السيد فولت. لا يمكنني أن أغفر للفتاة سوزي وقاحتها أبداً. ولكن لما لا أرد لها ما فعلت بي بخدعة؟ أنا قادمة. البيتزا جاهزة أنستي. ماذا؟ ومن طلبها؟ الطلب باسمي سوزي. تقصد أنا؟ تفضلي أنستي. عشرين ومعي الفاتورة أيضاً. لا
لكنني لم أطلب البيتزا. ها؟ قادمة. ما كل هذا؟ هل لدينا حفلة؟ بيتزا الفول السوداني كما أحبها. إذا أنت من فعل هذا؟ ترللا ترللا، أستطيع الآن أن أشاهد تلك الفتاة وهي تبكي من خدعتي. لا، ولتبكي بدل الفتاة. إنه أنا الذي طلب تلك الطلبات الكاذبة. ماذا؟ ولم فعلت ذلك؟ اسمعوا، صوت الصفارات كثير اليوم. بلاغات كاذبة أدت لاضطراب في دائرة الشرطة والإطفاء مما أثار الفوضى. بلاغات كاذبة؟ نداء من القيادة، لنذهب. الفضائي الكذاب المدعو لاير يجعل الناس يفترون الأكاذيب. إذن إن خدعة جاكي كانت بسبب لاير. ليس من الصواب قول الأكاذيب. أيها القائد، تم رصد مكان الفضائي لاير. سأجعله لا يستطيع قول الكذب أبدا. هيا توجهوا إلى المكان حالا واهزموا لاير. حالا أيها القائد. القوة الصغيرة إكس تحول وبعزم يهجمون كي يظهر النور عليكم كل يوم بأيادي الأبطال. هذه القوة إكس، جئنا لننشر السلام عدالة ووئام. عندما يظهر الشر نحن سنحمي أرضكم. فلتأتي القوة إكس. إكس سامي، ماكس، لوسي، القوة الصغيرة إكس. توقف الآن. انظروا ماذا لدينا. لقد وقعتم في مصيادتنا، هيا اقضوا عليهم. هيا هيا هيا، بل نحن سنقضي عليكم. هيا اهجموا. سلاح الطاقة إكس. سيف الطاقة إكس. أعجبك لساني؟ لن أدعك تستعمله مجددا. هيا جميعا اهجموا. لا
لم ننتهي بعد. قرص الطاقة إكس، الثعلب الألماسي. القواطع الألماسية، إطلاق. لقد قضي علي. انسحاب.